أشادت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني بنجاح مصر في تكوين احتياطيات من العملات الأجنبية والحفاظ على استقرار سعر الصرف. وأظهر تقرير لمركز معلومات مجلس الوزراء توقعات الوكالة الدولية حول أداء الجنيه المصري، والذي أشارت فيه إلى استمرار تداول الجنيه المصري ضمن نطاق ضيق في الأجل القصير. في مصر، قطار التنمية لا يتوقف بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، ومعه تتوالى إشادات المؤسسات الدولية المتخصصة بمعدلات النمو التي يحققها الاقتصاد المصري. وكالة فيتش للتصنيف الائتماني أشادت بنجاح مصر في تكوين احتياطات من العملات الأجنبية والحفاظ على استقرار سعر الصرف، بما يعكس فعالية التدخلات الاستباقية للبنك المركزي. وتتوقع فيتش أن تكون مصر هي الأعلى في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من حيث نمو الناتج المحلي الإجمالي على مدار السنوات الأربع القادمة، مشيدة بقدرة الاقتصاد المصري على الصمود أمام جائحة كورونا، ومعتبرة إياه نقطة مضيئة بين اقتصادات منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. كذلك توقع صندوق النقد الدولي أن تسجل الاستثمارات الأجنبية المباشرة في مصر نموا سنويا متواصلا خلال الأعوام الأربعة المقبلة. كما كشف تقرير صادر عن البنك الدولي بشأن التجارة في مصر أن الإصلاحات الاقتصادية التي اتخذتها مصر أدت إلى تحقيق معدلات نمو قوية. إشادات دولية تأتي مع جهود حكومية نجحت رغم تداعيات الجائحة في تخصيص 100 مليار جنيه لتمويل خطة الاستجابة الشاملة التي توازن بين صحة الأفراد واستمرار النشاط الاقتصادي. أكدت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن تقدم ترتيب مصر 43 مركزاً في مؤشر القواعد التنظيمية للمحافظ الإلكترونية لهاتف المحمول يعكس نجاح جهود الدولة للتحول إلى مجتمع رقمي متكامل ورؤيتها نحو تعزيز الشمول المالي. وأكد وزير الاتصالات عمرو طلعت أن مصر تشهد نمواً متزايداً في عدد مشتركي الهاتف المحمول والذي تجاوز حاجز 98 مليون مشترك. وطبقاً للتقرير الصادر عن الجمعية الدولية لشبكات الهاتف GSMA المحمول عن عام 2020، أصبحت مصر في المركز 36 بين 90 دولة تعتمد هذا النوع من الخدمات، محققة بذلك أعلى نسبة نمو بالمؤشر على مستوى العالم. شهدت وزارة البترول توقيع اتفاقية المساهمين لتأسيس شركة مصر للميثانول والبتروكيماويات لإنتاج الميثانول والأمونيا والبتروكيماويات وغيرها. يهدف المشروع إلى سد احتياجات السوق المحلية من الميثانول ومشتقاته وتصدير الفائض للخارج. وتبلغ التكلفة الاستثمارية للمرحلة الأولى نحو 1.6 مليار دولار، وبطاقة إنتاجية تقدر بمليون طن ميثانول وأربعمائة ألف طن أمونيا سنويا. ومن المخطط إقامة المشروع بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس العين السخنة. وإلى البورصة المصرية، حيث أنهت المؤشرات جلسة التعاملات على ارتفاع جماعي للجلسة الثالثة على التوالي، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين العرب. ارتفع رأس المال السوقي بنحو 6 مليارات و900 مليون جنيه ليغلق عند مستوى 731 مليارا و400 مليون جنيه. ونتحول إلى المؤشرات، حيث ارتفع مؤشر EGX 30 بنسبة 1.4% ليغلق عند مستوى 11064 نقطة. كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة EGX 70 متساوي الأوزان بنسبة 36% ليغلق عند مستوى 2991 نقطة. EGX 100 متساوي الأوزان بنسبة 74% ليغلق عند مستوى 3977 نقطة. ارتفعت تكاليف الاقتراض في منطقة اليورو بشدة مع تسجيل عوائد السندات الألمانية والإيطالية أكبر زيادة يومية في 6 أشهر مع تخلي المستثمرين عن السندات، وهذه أكبر قفزة في يوم واحد منذ فبراير عندما كانت رهانات الانكماش تتسبب في ارتفاع عوائد السندات.